قبل أيام من انتهاء العام 2017 نظمت قناة الجزيرة الإخبارية مسابقة عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن شخصية العام الماضي، واختارت شخصيات من مجالات مختلفة بالإضافة إلى قضايا إنسانية. رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري تصدر على تويتر قائمة السياسيين الثلاثة المختارين، إذ أظهرت هذه النتيجة أن الرئيس الحريري قد حل أولا بنيله 41% من الأصوات عبر تويتر، فيما نال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب 39% من الأصوات. أما الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فقد حاز 20% من الأصوات.